القصص الملهمة دائما تستحق أن تروى. إيمان، من شخصية أحمد يعني من تشخيصه عفوا بالتوحد إلى أن يكون أول طفل إماراتي يعزف ويؤلف المقطوعات الموسيقية، كيف بدأت القصة؟ هو طبعا أنا يوم اكتشفت حالة أحمد كان الكلام تقريبا قبل 13 أو على أصح 11 سنة. كان الوعي بالنسبة لي وبالنسبة تقريبا معظم الناس مو بلين هناك، يعني صحيح. ما كنا يعني كلنا نسمع كلمة توحد، يعني نسمعها أو نشوف إحنا ماشيين في الدرب مركز توحد، بس كل اللي كان على بالنا أن التوحد اللي هو الأطفال اللي مش وايد اجتماعيين، ومجرد ما نخليهم مثلا يلعبون في الشارع ويا أقرانهم خلاص يعني بيكونون بخير. صحيح. طبعا اكتشفنا بعدها ان الموضوع له ابعاد كثير مختلفه وتحديات اصعب ما كنا نتخيلها. نحن كامهات تعرفين لازم نسعى لطموحنا، يعني يكون العيال يكونون احسن عيال شاطرين وهالسوالف كلها. بعد ما مرت طبعا فترات كبيره من يعني او اللي هو يسموها مرحله عدم التقبل، ابتديت شوي شوي اني يعني اقدر اتقبل الوضع اللي انا فيه، ابتديت احاول اني اساعد احمد انه يتعلم الاشياء البسيطه اللي هي الاطفال العاديين يعرفونها بالفطره. اطفال التوحد ما عندهم هالشيء.